طبعا heart failure burden is a major and growing public health problem. About 26 million adults have heart failure worldwide. 1 or 2% of other population in developed country has heart failure. With exception, lung cancer mortality for heart failure exceed all other type of cancer. The mortality rate for chronic heart failure at 5 years about 50%. Heart failure problem is frequent hospitalization. It's one of the most common causes of hospitalization for patient above 65 years. 44% of all heart failure patients readmitted within 1 year. And the new S 30-day readmission rate more than 25%. Heart failure has detrimental effect on quality of life. It can severely affect patient's social capacity and emotional health. For example, 76% of patients struggle to perform a daily activity, or more than 60% report the symptom consistent of depression and report difficulty in recreation, sport, hobbies. So now we go fastly how Entresto has been developed. قبل ما نتكلم ازاي هنقول ايه هو الهارت فيلير. الهارت فيلير ديفينيشن طبعا كلكم عارفين is a complex clinical syndrome result from any structure or function impairment of ventricular filling and or ejection fraction. طيب في الباثوفيزيولوجي في نيو هرمون تشينج ان هارت فيلير اكتيفيشن اوف راس رينين انجيوتنسين الدسترون سيستم ده له بينيفيشال افكت ات مينتين بلاد بريشر وبرفيوجن لكن لو هارم افكت It causes vasoconstriction and salt water retention. The activation of sympathetic nervous system, low beneficial effect, increase in ventricular contractility, like in harmfully increase the afterload and induce arrhythmia. In natriuretic peptide system, malush illa beneficial effect. It produces natriuresis or vasodilatation. So, التفكير ابتدى ازاي بقى الناتريتك بيبتايد هنستفيد منها. اولا هم ايه الناتريتك بيبتايد اللي موجودين عندنا. عندنا الاترال ناتريتك بيبتايد from the atrium وبيتا تايب ناتريتك بيبتايد from the ventricle in response to stretch and increase intracardiac volume. وفي سي تايب from endothelial and renal cell. ودول لهم ريسبتور والريسبتور دي اكتيفيت الجوانيل سايكليز ذات انكريز الجوانيل مونوفوسفيت اند بروتين كايناز كوزنج ناتريسيس دايوريسيس فازودايتيشن انهبيشن اوف راس اند سمباثيتك اند انتي فيبروتيك. طيب المشكله في النابريلايزن. النابريلايزن ده انزيم انتو بيبتايدز ذات كاتالايز ديجراديشن اوف اترناتريتيك بيبتايد اند بيتا ناتريتيك بيبتايد. طيب احنا دلوقتي عايزين نستفيد من الالترناتيك بيبتايد والبنفيشال افكت بتاعتها. فقالوا الريسيرشر نفكر ان احنا نعمل اكتف او ناتريوتيك بيبتايد او انكريز الليفل اوف ناتريوتيك بيبتايد. فاخترعوا الاورال ات بليفد تو بي ان افكتف براكتيكالي. الانترافينوس بالانترنستريتايد قعد شويه في السوق كان سينثيتك بيتا ناتريوتيك بيبتايد وديكريز فعلا ديستنت بولمونري كابيلاري لكن للاسف ما كانش له افكت على المورتاليتي ولا الري هوسبيتاليزيشن. ففضل معانا طبعا النابريلايزن انهبيتور دي ممكن لو منعنا او انهبيت النابريلايزن وي ويل انكريز ال لو بصينا على الدياجرام ده هنشوف ان النقطه في ال الهارت فيلير الانكريز سمباثيتك هنقدر نكاونتر اكت باي البيتا بلوكر. طيب والناتريتك بيبتايد ازاي تو كيب ات فور جود النابريلايزن يبقى محتاجين نابريلايزن انهبيتور. طب الرينين انجيوتنسين سيستم محتاجين رينين انجيوتنسين الدسترون سيستم انهبيتور اللي هو فالسارتان. النابريلايزن انهبيتور اسمه سكابتريل اللي اخترعته شركه نوفارتس. وطبعا المينوكورتيكويد ريسبتور انتاجونيست هيبقوا يستعملوا عشان الدسترون. طيب وي هاف تو بروف ذيس ارني. ارني دي لازم كلنا نحفظها انجيوتنسين ريسبتور نيبرلايزن انهبيتور هو ده الانترست. اول بروف كان سنه 2014 لما قارنوا الارني والزئيس
to determine impact of mortality and morbidity of heart failure, والنتيجة كانت impressive 20% reduction في ال primary endpoint، وهنقولهم بالتفصيل 20% reduction في ال cardiovascular death وال first hospitalization and 20% reduction في sudden death cardiac death و 16% reduction from death from any cause، fewer 23% fewer admission وless ICU days. وده خلى الامريكان كولج في كارديولوجي والامريكان هارت اسوسيشن من 2016 يقولوا وي ريكومند السكوبتريل فالسارتان ان ستيد اوف ايس اور اربس فور بيشنت ويز هارت فيلير ريزكشن ريديوس ريزكشن فراكشن. واليوروبيان سايت في كارديولوجي حطته برضو كلاس 1 هي والامريكان، وقالوا وي ريكومند ان احنا من الاول نريبليس الايس والاربس ويز سكوبتريل فالسارتان ان امبولاتوري بيشنت ويز كرونيك heart failure with reduced ejection fraction who are symptomatic in spite of optimal treatment اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو الايس او الاربس انهبيتور والبيتا بلوكر والمينوكورتيكويد ريسبتور انتاجونست. الترانزيشن ترايل دخلت في مرحله ثانيه ان هي عايزين نشوف اذا كان الارني او الانترستو هينجح في العينين الهيموديناميك ستابلايز افتر اكيوت ديكومبنسيت هارت فيلير وين يوزد ايرلي ان هوسبيتال اور ايرلي افتر ديسشارج. ودي السلايد ده بيبين ان اب تو اخر عمودين 86% اللي خدوا الدواء انسايد ذا هوسبيتال او 88% اللي خدوا بوست ديسشارج زي توريت دو اول دوزز سواء 100 ملي جرام توايس ديلي اور 200 ملي جرام توايس ديلي. سو انيشيشن سكوباتري فالسارتان ان وايد رينج اوف هارت فيلير ريدوس ايجكشن فراكشن ايرلي افتر اكيوت ديكومبنسيت هارت فيلير ان هوسبيتال اور شورتلي افتر ديسشارج واز فيزيبل اند ويل توليريتد. وده كان هدف الدراسه. بعد كده في نوفمبر 2018 باينير ستادي كومبيرد السكوباتري فالسارتان which is انتريستو versus in ابريل effect on brain natriuretic peptide in patients stabilized after acute heart failure. ودي الهارد اون بوينت ستادي وريت ان فيريز ماركت ريدكشن ان ذا ايفنت اللي هي الكومبوزيت ديس هارت فيلير سوزيشن ليفت اتيك اسيست ديفايس اور ليستنج فور ترانسبلانت، وكان ريدكشن باي 46% والنمبر needed to treat 13 بس which means that this drug is cost effective. انتقل بعد كده برضو كل الدراسات قفلت على كل الكوز اللي تخلينا نستعمل انترستو from the first time. قالت why العينين دول بيتحسنوا نشوف الافكت اوف سكوباتري فالسارتان على الكارديك structure والفانكشن in patients heart failure with reduced ejection fraction. فبصوا على الإيجيكشن فراكشن لقوا إن الزيادة بتوصل لتسعة وبوينت فور إن إيجيكشن فراكشن برسنت، وإن 25% من العيانين إكسبرينس إيجيكشن فراكشن إنكريز أوف مور ذان 13% أت 12 مانس. وزي ما شايفين الزيادة بروجريسيف من 6 أشهر ل 12 شهر زادت للضعف، وكمان ليفت أنتيكا إندستريك فوليوم ماركتلي إنكريز والانسيستوليك فوليوم سيجنيفيكانت ديكريز. الفوليوم اندستول وانسيستول دي سيجنيفيكانت ديكريز، وده طبعا يعني ريفرسال اوف كارديك ريمودلنج. وكمان ثبت بالليفت اتريوم فوليوم اندكس برضو ديكريز سيجنيفيكانتلي اوفر 6 مانس من البدري يعني، وكمان الاي تو اي داش ريشيو اللي هي ايرلي داستوليك فيننج على ال الميترال انيولار فيلوسيتي بالدوبلكس بالدوبلر. والستادي دي كونكلودد ان البيشنت تريتد سكوباتري فالسارتان ريديوس سيجنيفيكانت للبي ان بي ويز اسوشيشن ويز ريفرسر اوف كارديك ريمودلنج. وده كان تفسير ليه العينين دول بيتحسنوا، والديجري اوف ريفرسر سيت هيلب تو اكسبلين reduction in mortality and morbidity in this patient. When analysis examines the impact of scopa 3 versus 10
interest in quality of life, symptom and broad range of mechanistic biomarker. بيكمل الدراسة هيعلم بعد كده البيوماركر و quality of life. وده يبين ازاي ان الانترستو خلاص اثبت ب different study ان ال heart failure should be used as a first class drug. كل الدراسات اللي احنا قلنا عليها دي وكمان الدراسات اللي فاضلة هي البارادايز ستادي. انما كل الدراسات فضلت يمكن حتى هيسأل طب الباراجون دي ما شافت الافكت اوف انترستو على البيشنت ويز preserved ejection fraction ما أثرتش على morbidity على mortality ولا hospitalization. لكن الحقيقة إن في positive side إنها أثرت على symptomatology و quality of life. What's missing guideline recommendation؟ لو بصينا للسلايد ده مع يعني early بعد ال advent of scopolamine valsartan كنا بنعالج الهارت فيلر ازاي. بنعالجه بان احنا بنحط الايس والبيتا بلوكر او الاربس, ولو ما تحسنش نحط المينرالو كورتيكويد ريسبتور انتاجونست, ولو ما تحسنش لو احنا شايفين هنبص نلاقي ان الارني اللي هو الانترستو كلاس 1, وممكن نساعده لو في مع ليفت باند نحط السي ار تي بي, والايفابردين ده كلاس 2 ايه. لكن دلوقتي الكلام ده تغير بعد الدراسة دي اللي هي اتعملت او consensus meeting ده اتعمل update له سنة 19, ولقوا consensus recommendation. قالوا ايه؟ قالوا initiation of interest or rather ACE or ARBIS may be considered for patient hospitalized with new onset heart failure or decompensated heart failure to reduce the short term risk of adverse event and simplify management by avoiding need to titrate the ACE first and then switch to interest. يعني we can start interest from the early beginning without starting by step shown in the last slide, see if he respond to ACE or ARBIS or not. No, we can start scopolamine valsartan from the start. Because this patient already at high risk of events, there is no need to check plasma concentration at reticulopathy pre-initiation. خلاص كلام ده تعدينا المرحلة دي we can start. والأمبرس setting guides remain mostly unchanged. However, paper state interest is safe, effective in a broad spectrum patient with heart failure reduced ejection fraction. Safety similar to ACE and ARBIS naive patient and thus initiation may be considered in these patient minute hour. In conclusion, new therapy for heart failure are needed that can more fully address the factor responsible for underlying progressive cardiac dysfunction. A recommendation بتاع American College or American Heart or European Society guideline recommend ARNI as class 1 for treatment of heart failure or reduced ejection fraction. والparadigm طبعا والtransition والpioneer close the heart failure circle. والdegree of reverse remodeling demonstrated may help to explain scopolamine valsartan interest to drug reduce morbidity and mortality to explain why. The new heart failure society recommendation convey positive message for scopolamine valsartan heart failure is a reduced ejection fraction with first line recommendation being listed for the first time. So interest is an essential heart failure intervention. وده السلايد انا اضفته ما عنديش طبعا evidence based data, لكن my personal experience من ساعة ما اخترعوا الانترست وشغلنا في ال biventricular based CRTV قل significantly, وده اثر على دخلنا لان كل العينين بنبتدي انترست بيتحسنوا والهارت فيلير بيختفي. فحتى لو معاه ليفت باندل برانش بلوك ما بقيناش نحتاج. يعني انا كنت في مستشفى الشرطه كل سنه ركب حالتين ثلاثه, بقالي مثلا يجي سنه من ساعه ما انترستو دخل مستشفى الشرطه من سنتين كل اللي عندهم ليفت باندل وهارت فيلير تحسنوا بنسبه مثلا 95% منهم. ولا انسى احد الضباط اللي ابتديت قال لي انا عايز اعرف مين اللي اخترع انترستو لان حياتي اتغيرت والاكتيفيتي بتاعتي بقت very good
It was impressive. Thank you.